تم تسجيل ضربة الجزاء عثمان السعيدي ستمري غيت السيار ستمري أحمد العكاشي وممتاز جدا خميس التامري خميس التامري شوف التعلق بالتصدي خميس التامري مهر عامر يصوب وخميس التامري يؤكد المشرف رغم ما يقال وما قيل حول البطولة بطبيعة الحال الثاني في الجدول كرة من حمدروني هلا الرسمية هلها تأثير سلبي أم لا وهذه كرة الطيب أمزياني الطيب كرة سعد مكير 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 طيب يا رفيقي قد يجري تبقى للترجي هيثم الجولي ينتظر المزادة سمح الدربي اللي يقف كرة مرفوعة في القامة الثانية في الراس والبرا بالمليمتر التوزيعة وشوف الرأسية من انيس البدري سكر الزاوية مراد بتاع حارس كرة يد ساعد بصق الاول والثاني يسقط الاسبقية تمشي الكرة الغريبة شعلي اللي تسديدها والثامري مرة اخرى حليم الدراجي في التنفيذ وهذه المرة كورة هذه المرة كورة على القاب في مناسبة أولى فرصة هدف لصالح الزيابي فرصة مرة أولى بالراس كرة على القائم تعود مرة ثانية من الحارس ثم الدفاع عفوا ثم مرة أخرى من الحارس عبد الحليم الدراجي المنافس حسين الدراجي اللي يبدا ولا كثير انزال مع يوسف يوسف بن جيل يقدر ما نخلف ويش مع محمد الحبيب يكني خارج محمد واليونتوي كيف يكون واليونتوي عدو ياسر كنترول عدو ياسر الترويج يرجع ليش الطريق ولا غاول وثاني سدد قرار بدل ما يستمر في ليش الطريق شوف شوف التسديده قويه برشا من الشبيبة يفتح نحو الزلاة تسديدة رمية ثم حتى لجدة تدخل من الدفاع الذي في الزردة والتصديبة في كورة أجمع من السي أس أس كورة التعادل داخل منطقة الجزاء إلى هاني عمامو إلى مرزوق التصويبة يمر الخميري يحاول أبو باخذ الخميري ساسراكو ساسراكو وضعية سنحة ساسراكو شيخاو 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 ساسر شيخاوي والكرة في جيل غيثون الكرة
تألق للحارس خلاي بداخل الرجل اليسرى ممتازة جدا وأيضا تألق ماذا يفعل مباعد الكرة هل يكون الثاني والعب ضاع الكرة في الكرة في عدم الزي شمس الدين بن عامر اليوسيسي وعملية أولى البياح الدفاع فرمي كمين الدابوني كرة لصالح الإسماعيلي تاكي تاي سدد الحارس ممتع شوفوا كيفاش روض باليسار وسدد توا الكرة ممتازة عند بلال الكويت يعمل المراوغة بصديق الماجري والخطورة والحارس كرة بالراس والرفلاكس مرة أولى الثانية هذا حلو لابد الباجي هذه الصورة هذه الرأسية من بلال مرة الميت من التصدي الأول والثاني مقاوسة في محور الدفاع خطيرة للترجي دفاع تسديد من علي المشاري حتى من زاوية أخرى شوفوا كيفاش خرجوا عمر يوزع عمر الثالث الشعار والسابعة من بن زكري أين دفاع القوافل والشعار أعطاه حقها وتصدي لخميس الثامن الروفلاكس كورة ماهي سهلة صعيبة شوف المسافة بين الشعار وخميس الثامن والشعار يفكر من الدرويش يعطي مال حناجي والعرض توصل كورة على أزمة من إيزيكيز المال حناجي سدد تبقى زيادة الدرباني حاول تشكر الحكم المنصر ترجع للدرباني يسدد الحارس ممتاز يسدد العملية كيف يكون هذا؟
زياده على زياده توزيع وتدخل من نفس الشان بالنسبه لحاتم البجاوي. هذه تسديده خويا ياسر من محمد علي بن حموده وشاد الغراب. فما يوبا تليلي شاد الغراب يسدد بكل قوه. شاد الغراب يسدد الشاد الغراب وموجود خميس الثامري. اول محاوله للترجي من استغل العمل هذه قلت الترجي ومام دو على سير شاد الغراب موجود خميس. واحد اثنين ترجع من جديد نحش به راسيه في ذي الحارس خد محمد علي منصر كره مباشره وكاد ومساعده محمد بنوتا والعياد الحكم يقوم بدور كبير في دفاع القوافل تبادل العمليه اختير الكره هدف لا هدف غريبه. شوفوا الاعاده شوفوا الاعاده جينيور ثم ياسين مريح ترجع الكره من الخميس الثامري ثم جينيور غريبه هدف ثاني ضاع كثيره للنجم الرفيع داخل مناطق الجزاء التمريره والحارس ممتاز بالجنين الكره التمريره والتسلل الكره لاعب بحري البري هذه تسديده والحارس خميس الدفاع حاول مجلة المحاولة لصالح النجم الرفيع للتسديد والحارس على بقيه تمرين يعني ممتاز خميس الثالث شوفوا التسدد يعني تقريبا التسدد الثالث في مجمل التسعير لفريق القوافل وهذه هي كرة من حمدي مكاز وكريم نشوف كذلك نشوف ساعة الإعادة والتسدد الكرة والحارس الثاني ثم وجه محرور يحاول يصوب لفرص العملية وكرة عالية الدفاع يحاولها للاثنين وتي او دونك بالمراوغه تسديد وفي الحارس من سعيون من سعيون اللي احنا في الكره سدد جيني سيف جيني سيف يا تسديد موجود الحارس على مرتين هجوم الاخير في هذه الفتره الاولى خطيره الكره موجود الحارس خطيره الى منصر الدين بن يوسف الى منصر البحر على تسديد موجود الحارس دونك البحث على التسديد يسدد ليلي المباراة إلى دونك ديفيان دونك البحث على التسديد والموجودة هي التمريرة إلى ماهر الحنيش ماهر الحنيش البحث على التسديد يسدد وفي دين الحارس